باش نمشي لها زعما بقاش نمشي نجي على ديال البلايص ندير لا ريشيرش ديال دي كنت كنصور واحد الفيلم واحد اخر اللي هو نساء بدون هويه وبانت لي على انه داك الناس اللي كنت كنصور معاهم هو كاين واحد الحضور ديال 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 لانالفابيتيزم الناس ما عارفاش ما قرياش دوك الناس ما كتقراش جبرت ان داك الناس هذوك وصلن داك المستوى هذاك لانه ما كاينش تمدروس اللي ما كاينش قرايه ف ملي كتكون قاري ما كتعرفش الواجبات ديالك ما كتعرف الحقوق ديالك ما كتعرفش كيفاش تساهم في المجتمع دونك انا قلت الا كنا عندنا هاد الناس هادو في هاد الوقيته هادي وهادو غيعطيونا ان نوتغ جينيراسيون حتى هي غادي يمكن غتمشي بحال باوت وماوتهم دونك شنو المجتمع غادي نكونوا الا كان المجتمع ما قاريش ما فاهمش ما واعيش ما يمكنش يدير قدام فقلت علاش ما نديروش ما نديرش انا ان فيلم على التعليم في المغرب ولكن صدقت مشينا بعاد وصلنا لمشي هذا هو الوثائقي واللي زوين في الوثائقي وانا بارفوا كتبدا من حاجات كتصنع حوايج اخرين دونك جبرنا الوثائقي هذاك التعليم انه الاساس ديالو كان جاي من سميتو عند هذا لينومات ذاك المجتمع اللي خدمت فيه هو المناخ التغير ديال المناخ هو ان الجفاف هو ان الناس بغاو يستقروا بناو مدرسه وبغاو يعتقوا ولادهم دبنوا لهم مدرسه وجابوا لهم واحد الاستاذ وتمت العمليه اللي بغيت نقول هو انه ما كاينش شي مجتمع يقدر يتطور يقدر يوقف على رجليه يقدر يكون بناء يزيد شي حاجه جديده الا ما كانش عندك ولادك قري مزيان وما كانش عندك تعليم صحيح ومقاد اذا التعليم راه ما يمكنش بلا به اذا خصنا نفكروا في هذا الملف هذا ونعاودوا فيه سميتو النظر.